ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول إذا أحب الله المؤمن الصلاح فهل إذا وقعت الفتنة دليل على أن الله يحب المسلم؟ انتبهوا يا إخوة، الابتلاء له من حيث الجملة سببان. السبب الأول تقصير العبد بالذنوب فيصاب بالبلاء بسبب ذنوبه، والسبب الثاني قصور المسلم، بمعنى أن الله يريد به منزلة في الجنة لكنه لا يبلغها بعمله، فيقول الله للملائكة صبوا عليه البلاء صبا من أجل أن ترفع درجته، وهما أمران. وإذا وقع البلاء بالإنسان فليحسن الظن بربه وليسئ الظن بنفسه، فإذا نظر إلى جانبه فليقول هذا من ذنوبي وكلنا خطأ، من أجل أن يدع الذنب. وإذا نظر إلى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى قال لعل الله أراد بي خيرا، لعل الله أراد بي منزلة. ثم بعض العلماء سمعت منه أنه يقول الإنسان في جانب نفسه يغلب جانب الذنوب، وفي جانب غيره يغلب جانب رفع المنزلة. يعني يقول إذا وقع البلاء بنفسك فغلب جانب أنك أصبت من ذنوبك، وإذا وقع البلاء بأخيك فغلب جانب أن الله أراد رفعة منزلته من باب إحسان الظن بالمؤمنين، وهذا أمر حسن. وبعض الناس بالمناسبة إذا نزلت بأخيه مصيبة زاده مصيبة، بدل من أن يعزيه ويسليه أوقعه في المصيبة. إذا مات له ولد، إذا حصل له حادث، جاءه قال يا أخي هذا من ذنوبك، وهذا غلط، وإن كان قد يتضمن حقا لكن يسليه ويعزيه ويأتي بأسلوب حسن ويقول يا أخي من البلاء ما هو أجر لا يطلب، فإذا وقع كان خيرا للإنسان، كموت الابن، موت الطفل أجر عظيم لكنه لا يطلب، لا يطلب الإنسان أن يموت طفله، لكن إذا مات ففيه أجر عظيم، يبنى له بيت في الجنة. وأرجو أن تكون هكذا في بلائك، ونحن مقصرون ومذنبون، قد نكون أذنبنا ذنوبا يريد الله أن يكفر عنا من سيئاتنا، فالحمد لله ونحو هذا. نعم. الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.